الاسم ديالي جعانت عبد العزيز، من مواليد 15/1971 بمدينة تازة. كما كتشوفوا الإخوان ديالي، الحالة ديالي معاق ذوي الاحتياجات الخاصة، مطور القدمين بجوج. ورثنا واحد الشقة هنايا في 2017، ورثنا على واحد المرحوم الله يرحمه. هاد الشقة هادي بحكم العقدة اللي كانت ما بين المحامي وبين المرحومة، انه كانوا جوج ديال المحاميين في الكونترا ديالهم كاين 4200 درهم. واحد في المحامين خرج في 2017، في التالي ديال 2017. هاد السيد هذا اللي بقى هنا، هاد المحامي اللي بقى هنا من 2017 هو كيجرى تربينا. حنا جاو الناس بغاو يشريو، بدا كيدير لنا العراقيل، انا غادي نشري عليكم غير صبروا عليا شويه غير بلاتي. كل مره كنضرب 600 ديال الكيلومتر باش نجي للدار البيضاء ونرجع. اولا ما كيديناش الثمن ديال الكره، ثانيا استغل واحد الاخوه ديالي ما قارينش، بدا كيدير لهم تبرئه الدم على 2100، رغم ان 4200 درهم، وانا كنخلص 5500 درهم ديال الضريبه. حاليا في هذه الدار هذه فيها 5 مليون ديال الضريبه، زائد انني سجلت في 2017 حفظت، في 2019 مشيت للمحافظه نتيري الورقه كنلقى الناس داخلين معايا بحجز احتياطي، بحجز تحفظي هنا في 9 مليون، ما عرفتش منين نزل. لان ديجا حنا كان واحد السيد كيتسال 12 مليون، وكان تبعت واحد الدار ديالها في شارع علان بن عبد الله، وعطينا السيد رزقه. دابا انا كيفاش كنلقى الدار كانت البارح نات، كان يشريها خاويه نات ما فيها حتى شي حاجه، حاليا اصبحت فيها 14 مليون ديال الكريدي، وما حتى شي حاجه اللي غتثبت لنا. انا جيت لقيت الناس معايا في الحجز التحفظي، ما كاين حتى شي مشكل اسيدي. هاد الناس كيتسالوا او ما كيتسالوا شي، او نصبوا علينا او زوروا، الله يسهل عليهم، حنا نعطيهم رزقهم. التقييم العقاري ديال هاد الدار هذا كيقول 130 مليون 13000 درهم و500 المتر. حنا هاد السيد هذا كل عام كيجرجر فينا، ما حنا ناس شويه دراوش وما باغيين صداع، ما كنقلبوا على صداع ما والو، كنقلبوا غير على السهله. اسيدي حنا فكنا ونعسنا ولقينا هاد البركه حدا راسنا، غنهزوها نقولوا الله يرحم القبر وما خلى. مي هاد السيد هذا استغل الظرفيه ديال عندي اخت معاقه وانا معاق، وعندي اخوان اخرين كلهم فيو، كلهم ناس كبار. انا باش يجي من وجده، راه كاين اللي عندي ساكن في وجده، عندي ثلاثه في وجده، وعندي واحد في العروبيه، وعندي جوج هنايا. هاد السيد هذا وصلنا معاه المبلغ ديال 50 مليون، واش من 130 مليون وصل معاك ل 50 مليون؟ وانت جالس كتماطل فيا، وبالتالي عطاني اخر اجر، قال لي شوف غتجي شهر جوج غنقضي معاك الشغل، غنطرق معاك ليبره، شهر جوج اجي خذ رزقك. قلت له واخا، فوقاش نجي؟ في لسان كولا فوقاش نجي؟ قال لي اجي في لسان كولا سي، جيت لو 13، من لو 13 وانا هنا في الدار البيضاء. مع ما يتاكل بدا لي كان صوائر ديال الفندق وزيد وزيد وزيد. وصلت معاه ل 50 مليون، واش انا سارق هاد الدار؟ واش المرحومه كانت كتبيع الحشيش؟ واش هاد الدار جات من الخلا؟ هاد الدار راه ورث، راه حلال ديال الله. الا هو محامي، راه الدور ديال المحاميين في البلاد هو انهم يوصلوا الحقيقه للعداله، يعاونوا العداله باش توصل الحقيقه، ماشي التضليل والتدليس. دابا انا وصلت عندي 14 ونص ديال الكريدي، اش كيتسنى؟ نبيعوها في السيزي؟ الا غنبيعوها العام الجاي ولا العام المورا نبيعوها دابا، دابا نديوها للسيزي. انا حاليا درت شكاية للسيد الوكيل العام يوم الخميس، وخبرته بانني راني غادي ندخل على هاد التصرفات اللي كيدير معنا هاد السيد، راني غندخل في اضراب مفتوح عن الطعام، وإلا زاد طول معايا راه غنزيد حتى الماء. الإنسان راه كيقول لك ثلاثة، يموت على ولادي ولا على بلادي ولا على العرض ديالي. أنا ماجيش سارق، ماجيش مأدي، ماجيش هاجم، أنا جاي كنطالب حق من الحقوق المشروعة اللي كيكفلها لي الدستور وكيكفلها لي القانون. والله ينصر صاحب الجلالة، ما ضاع حق من ورائه طالب. أنا هاد السيد ماجيش كنتعدى عليه، أنا هاد السيد قاولتينا من 2017 وانت كتجرب فينا في عمري 52 عام. ما عندي دراري، ما عندي دار، انا حاليا ساكن في دكان جماعي في النواحي ديال تازا، ساكن في دكان ملك جماعي، ما عنديش حتى فين نسكن. الا رجعنا للقانون، اولا غادي يخلص، غيخلص الكره اللي كانت سالوه، وبحكم انني محتاج اخوي، هذا القانون. الا هو كيعرف قانون العقود والالتزامات والكراء، حتى انا تبارك الله وصلى على النبي راه ما خافيني حتى شي حاجه. المطلوب من هذا السيد هذا الله يجازيك بخير، قولتينا انك غتشري علينا وبقيتي كتجرجر فينا 5 سنوات. انا ما عرفتش شحال غنعيش، واش غدا ولا بعد غدا ولا ما نعيشش كاع. هاد السيد الا كيعرف الله وكيخاف الله، راه درنا معاك جميع الحلول. راه اي واحد تقول له الدار ب 100 مليون كنبيعها ب 50 يقول لك انتوما مسطين. راه بزاف ديال الناس اللي لاحظوا على هاد المساله، واش انتوما مسطين؟ اسيدي حنا فتنا مسطين ليه؟ حنا سيدي في عظم ما ناخذ خبزه، اعطيني غير ربع وسالم، وما باغي صداع لا معاك ولا مع غيرك. راه ماشي غادي يغلبني بالقضاء، أولا غيغلبني على أساس أنه راه كاين الحمد لله، كاين السي بن عبد النبوي الله يجازيه بخير، وكاين السيد الوكيل العام على ما سمعت أنه رجل طيب السي بن سامي الله يجازيه بخير. حنا ما كنطر من هذا السيد حتى شي حاجة، حنا كل ما كنقولوا لهذا السيد
ادينا الكلا ديالنا، ادينا الكلا ديالنا كامل. سير راك جالس حتى واحد ما غيهضر معاك. اولا كما قولتينا من 2017 وانت جالس عليا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، انا راه بوحبل ديالي كيضيع. انا عندي الربح داك الفلوس نشدها ونصدقها، وما عنديش ربح ديها ليا بالعنصريه. عندي الربح هاد البركه اللي غتجيني في حقي. انا ما عنديش وليدات، انا لو لقيت واحد المعاقه غتسترني ونسترها، معاقه هي بحالي غتسترني ونسترها. علاش هاد السيد جالس كيجرجر بينا القنبه؟